السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ كيف حالكم يا سابع؟ وصلنا معكم إلى الوحدة الخامسة وهي التغير الاجتماعي، الدرس الأول طبيعة التغير. التغير يا مس، بنلاحظ إنه في حياتنا كثير من التغيرات التي نعيشها طبعا تؤثر فينا في الداخل ومن الخارج. فزي ما انتو يا مس او كما تلاحظون في حياتنا انه تغيرت طبيعة التعليم في الأردن نتيجة لظهور فيروس كورونا. هذا الفيروس غير او حول حياتنا الى او غير مسار الحياة التي نعيشها الى مسار اخر. يعني بنلاحظ إنه التعليم أصبح عن بعد أونلاين، لم يعد التعليم وجاهي في المدرسة، وأتمنى أن ألقاكم الأسبوع القادم. لكن إحنا بنتحدث عن الوضع الحالي، إنه بنلاحظ إنه التعليم أصبح أونلاين، يعني بما معناه إنه المجتمع تغير، مجتمع الطلاب تغير من التعليم الوجاهي إلى التعليم عن بعد. هذا التغير يسمى تحول، إن نتحول من حال إلى حال، سواء كان هذا التحول إيجابي أو سلبي. وهذا التحول إما يكون على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع ككل. فالتغير ممكن أن يطرأ على مستوى الفرد، وممكن أن يطرأ على مستوى المجتمع، وأيضا ممكن أن يطرأ على مستوى الأسرة. بداية التغير على مستوى الفرد، إنه الفرد ممكن إنه تتطور معارفه وفهمه وسلوكه، فالإنسان يمر بمراحل في عملية نموه، هذه المراحل تغير وتطور المعرفة لديه. فالتعليم من العوامل المهمة التي تؤدي إلى التغير في حياة الإنسان، فيترتب على ذلك زياد معارف واكتساب مهارات جديدة. التعليم يكسبنا مهارات جديدة ويساعدنا على صقل شخصيتنا وتكوين اتجاهات ثابتة نحو القضايا المختلفة. إذن بداية يمسنا نعرف عرف التغير. عرف التغير هو التحول، عينها معي، هو التحول من حال إلى حال، إما بشكل جزئي أو كلي، سواء كان تحول إيجابي أو سلبي، ويكون ذلك على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والعالم كله. الآن عندنا سؤال، علل، اكتبوا كلمة علل. يعد التعليم من العوامل المهمة التي تؤدي إلى التغير في حياة الإنسان. ما السبب؟ واحد، إنه يترد واحد الزياد معارف واكتساب مهارات جديدة. ازدياد معارف واكتساب مهارات جديدة. اثنين، يساعد في صقل شخصيته وتكوين اتجاهات ثابتة نحو القضايا المختلفة. بالنسبة للتغير على مستوى الأسرة، ما دور الأسرة في إحداث التغير الاجتماعي؟ إن هي الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع، فالأسرة أكيد هي مسؤولة عن التنشئة الاجتماعية، وهي مسؤولة عن التربية، تربية الأطفال. فالتغير يحدث من الأسرة ثم ينتشر إلى أو يظهر على المجتمع. إذن ما دور الأسرة في إحداث التغير الاجتماعي؟ أولاً مسؤولة عن التنشئة الاجتماعية. اثنين، التربية التي تقدمها للأطفال. الآن التغير على مستوى المجتمع، الإنسان بتفاعل دائما مع المجتمع الذي حوله عن طريق العلاقات الاجتماعية. هاي التغيرات طبعا مستمرة، تحدث بين فترة وأخرى إلى ما يكون في هناك تغيرات على الدولة. الآن التغير الإيجابي والتغير السلبي. التغير الإيجابي يا سابع هو تغير
نحو الأفضل، نحو التقدم، نحو التطور وتحقيق، وبالتالي هذا التغير الإيجابي يحقق المصلحة العامة في المجتمع. ما يكون تغير إيجابي بيصير في عنا مصلحة، طبعاً تتحقق المصلحة العامة للمجتمع. إذن علل التغير بوصفه ظاهرة اجتماعية، منه الإيجابي ومنه السلبي. إذن التغير ظاهرة اجتماعية، منه الإيجابي ومنه السلبي. واحد، لأنه المجتمعات تسعى إلى التقدم والتطور وتنبذ التغيرات السلبية. 2، تشجع كل تغير إيجابي بهدف تحقيق المصلحة العامة للمجتمع. الآن تأمل التغيرات الآتية وبيني ما هو إيجابي وما هو سلبي. 1، ازدياد نسبة تعليم الإناث إيجابي. انتشار ظاهرة التفكك الأسري سلبي. الأصل أن تكون الأسرة يد واحدة. مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي إيجابي. قضاء ساعات طويلة أمام النت أكيد سلبي، لأنه يؤذي العينين ويضيع الوقت والجهد. 5، العنف الأسري. أيضا العنف الأسري طبعا سلبي، إنه نضرب أطفالنا، نتعدى عليهم بالقول أو بالضرب أو بالإهانة أو بالسخرية. وهيك يا سابع بنكون أنهينا الدرس. حلوا الأسئلة ويعطيكم ألف عافية.